وللحديث عن هذا النجم الذي فارق الحياة وترك فراغا كبيرا في السينما والدراما المصرية، نربط الاتصال مباشرة بالفنانة المتألقة ونجمة مصر الأولى إلهام شهيد. سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا بك. وفي البداية إذا كان بالإمكان أن تحدثينا عن طبعا رحيل ممدوح عبد العليم، وطبعا قبل كل هذا تعزينا الخاصة والخالصة لكم. لا، الخبر طبعا كان مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. احنا كنا بنحضر مع بعض مسلسل ليالي الحلمية، والمفروض عندنا جلسة الأسبوع ده يعني بشكل نهائي مع الكتاب ومع المخرج، وكان في حالة نشاط وكان فرحان ومبسوط إنه هيرجع يعمل مسلسل ليالي الحلمية، وبعدين كان في صحة جيدة. وممدوح صغير، ممدوح عنده 57 سنة، فكل المقاييس هي مفاجأة بشعة يعني. فأنا لغاية الآن مش قادرة أصدق إن ممدوح مش نعم موجود، حاجة غريبة يعني، موقف غريب الحقيقة نعم يعني. الواحد مش عارف إيه نعم حكمة طيب ربنا نعم سبحان طيب الله. نعم طيب ربما فنانتنا إلهام شهيد جمعتك الكثير من الأعمال مع الراحل ممدوح عبد العليم، إذا كان بالإمكان أن تذكرينا ببعض هذه الأعمال. أنا اشتغلت معاه في الجزئين الرابع والخامس من ليالي الحلمية، واشتغلنا سامحوني ما كانش قصدي مع نفس المخرج إسماعيل عبد الحافظ، واشتغلت معاه من واحنا صغيرين. عملنا مسلسل أخو البنات الأستاذ محمد فاضل، وعملنا فيلم البريء مع طيب واحنا صغيرين خالص. احنا بدأنا بدايتنا كانت مع بعض، وبعدين عملنا أفلام، عملنا ليلة الأكل مع المخرج أشرف فهمي، وعملنا فيلم مع مخرج صيني اسمه هانيان، عملنا فيلم الحب المر مع المخرج حسن الدين نعم مصطفى. يعني احنا نعم اشتغلنا عدة أعمال مع بعض، تلفزيون نعم وسينما، كان جيت مقرب جدا طيب جدا يعني، كان أقرب نعم من أخ الحقيقة. طيب ربما كانت بمثابة الفاجعة رحيل ربما ممدوح عبد العليم عن الدراما وعن السينما المصرية. مفاجأة فظيعة، الناس كلها مصدومة، محدش مصدق. مفاجأة مفاجأة يعني. شكرا حبيبي. إذن مشاهدينا